الله أكبر، لواء الفرقان إدلب يقوم بالتجهيز للتصدي للرسل القادم من صرام باتجاه الشمال. 28/2/2014. الله أكبر. الله أكبر، لواء الفرقان إدلب يقوم بالتصدي للرسل القادم من صرام باتجاه الشمال في ملك. الله أكبر. 28/2/2014. مدفع 106. الله أكبر. الله أكبر، لواء الفرقان إدلب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.